البيت عشان تتدخل بقرار ما يخصك. سمعي، شفتي اغراضك اللي بالبيت؟ ابيك تشيلينهم واحد واحد وتاخذينهم وتروحين بيت اهلك علشان تتربين من جديد. ماشي؟ يلا ذلفي ذلفي. هيا نيزة، انا علمك. تعالي. شفتي البيت هذا؟ ما ابي اشوفك مره ثانيه جايه هني البيت، وعيالي مالك شغل فيهم، فاهمه؟ وبزيدك، انت يطالك وورقتك راح توصل لي عندك. هذا الفيلم قدامي.